والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. واجعلنا من احبابك حقا حقا حقا، امين امين امين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه منه وبركاته ورحمه. ما زلنا مع الآية 100 من سورة الأنبياء عليهم السلام. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمعون في الدنيا نداء الله الرحمن الرحيم. وليش بعثنا الرسل الكرام؟ لأنه يترجم رحمته التي وسعت كل شيء بهذا العمل العظيم، هو أن يجعل لنا أنبياء عليهم السلام يذكرون به سبحانه وتعالى ويحذرون من مغبة عصيانه واللؤم مع كلامه وسوء الفعل مع أنبيائه عليهم السلام. هذا شوفوا بيشتغلوا دور الأنبياء، وخاصة النبي عليه السلام قصة هجرته. من لابد لكل عاقل أن يدرس بالتمام وكل وجوه وبالعمق والتفصيل الدقيق الدقيق الدقيق. لا يسمعون هنا، وغادك لا يسمعون رضا الرحمن وقراءة القرآن، ولا يخرج من جهنم لأنكم ما عملتم كل ما في وسعكم باش تكونوا خالدي، هاكم خالدي. أما تنتظروا كما ينتظر المسجون بحق ولا بباطل، وقت يجي خبر العفو عنه ولا يسبقون الخروج من السجن وكل شيء، لكن يقعد يجري وراء سراب، لأنه قبل ما يدخل السجن بحق عمل ما في وسعه من لا حق. إذا هؤلاء الكلاب اللي في العالم الكربي والعالم الإسلامي بباطل، نفس المصير إذا كان ما عجلوش بالمصالحة مع الله الذي يفرح برجوع عباده الضالين إلى رحمته وسعة صبره وهلم جرا. والسلام على خير البشر.